ايه حرقة الأعصاب دي؟ هو اتأخر كده ليه؟ اتقال يا روجينا الموضوع مش سهل. ألو، في واحد رسول من طرفي معاده معاك دلوقتي، اسمع منه ونفس. اسمع مني ونفس. شايفين الفيديو ده؟ لسه متصور قبل ما اجي على طول، يعني اللوحة لحد دلوقتي في امان. طلباتك بس بالاصول، واحنا معاك في اي حاجه. بالظبط، ودلوقتي قبل كمان شويه الخمسة مليون اخضر. فين الفلوس؟ اديك تام ومحمد حساب عندكم. عندنا فين؟ انت هتستهبل؟ استهبل؟ لا بجد، محمد حسين في الاوضه دي. هاي حياتي فعلا، محمد حسين جوه. هو كويس؟ اه بس نايم بيشخر. مسكين، تلاقيه سهران من امبارح. انت قلت لي بقى انت عاوز الفلوس؟ شكلك كده ما تعرفنيش ولا سمعت عني. أنا لو قفلت عضلات صدري على المسدس بتاعك ده هكسره لك، بس أنا مش هستعمل معاك العضلات والعافية ولا هرفع إيدي. هستعمل معاك العقل والحكمة والتكنولوجيا. أوبشن يعني. ممكن تسمح لي أحط إيدي في جيبي؟ اتفضل. ده إيه ده؟ الأوبشن. أنا أصلي اشتركت بباقة جديدة اسمها انسف نفسك بنفسك. بوم! ما تخافوش، بس بتكه واحده على الريموت ده محمد حسين هيتفجر، يعني اللوحه بحر كده. العد بدا. موجود يا حاتم، وفعلا العد بدا. ها ديل اور نو ديل؟ ما تديني فلوس يا حاتم. مستني ايه؟ اتفضل. استنى هنا، اديني الباسورد. الرقم السري رقم بطاقه محمد حسين، هتلاقيها في جيبه. اجري. بسرعة. يلا سيبه. 289-011-453-00-489. ما ينفعش كده يا فندم. حاضر. بالراحة يا مدرسة. هنا. تليفوننا على تليفون حماده من نفس الاشخاص، بيقولوا ان محمد حسين عندكم وان انتوا خاطفينه. ما حصلش، ونخطفه ليه؟ ما اعرفش. يا لهوي يا لهوي. ايه ده؟ ايه اللي عملتوه ابن خالته الموكلي ده؟ ده اتعدى على بنود العهد اللي بينا، وناس بتتصل بينا، وشغل عصابات وشغل هلعهوش. انا هجيب حقه بالقانون، بالقانون. اهدى بس يا متر. ما بهداش، انا بترافع بس. في سوء تفاهم ولازم تفهم، احنا هنخطفه ليه؟ ده حساب ايه ده؟ ده حساب لازم ولا الحساب الاخضر؟ يلا بينا. يلا بينا وبينكم معاكم القانون، وخلي بالك من النور. يا صغنون. يلا يا لهوي. انا واصحابه. اصحابه يا حزين. تأمرني بأي حاجة يا فندم؟ تأمريني بأي حاجة يا أستاذة؟ أنا طبعاً مش هبلغ الأوتيل باللي بيحصل عشان سمعة الأوتيل. اهدي شويه، اهدي. ايوه
ايه مش هتقولي اتفضل ولا ايه؟ ده حتى الناس بتقول عليك انك ابن بلد. اتفضل يا باشا. مفيش غدا. اوكي نقعد فين؟ بلكونة. عشان حاسس ان الكلام هيبقى دمه تقيل ويخنق. اتفضل يا باشا. يلا بقيت هتشتري الشقة ولا ايه؟ بص يا حاتم باشا، أنا عارف إن خطفك ليا من الناس تبعك بتوريني وبتورس عليا إن أنت ممكن تعمل كتير. اسمعني بس يا حمادة. أوه. إقامة كاملة فول بورد في الأوتيل اللي أنت كنت شغال فيه. هتبقى باشا فيه، هندلعك من الآخر. كل طلباتك هتكون مجابة. مقابل شوية صور كده عشان نعمل دعاية حلوة للوحة. وهنلف العالم. تصور الملايين اللي جاية عشان تشوف اللوحة الأخيرة للفنان الراحل شريف كمال. يعني معارض وصالونات. وطبعا هينوبك في الحب جانب. ها قلت ايه؟ لا لا، حفلة وبس. احضر الحفلة وبس، انما لف وكلام فاضي والدربكة بتاعت النافوخ دي انا مش موافق عليها. موافق على كده ده انا مش عارف اخد حقي منك هنا. عايز ناخده منك لما اسافر بره؟ انت بتهزر ولا ايه؟ الحفلة وبس. اتفقنا، احضر الحفلة وبعديها نحضر. تحضير ايه؟ هتعمل حفلة زهر قبلها ولا ايه؟ لا تحضير يعني انترفيوهات وصحافة. ماشي، اذا كان كده ماشي موافق. نزلوني فين بقى؟ في اي اوضه في الاوتيل. سويت، انا عايز سويت زي بتاع شريف كمال الله يرحمه، بس مش اللي كان هو مات فيه.